السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. واللي كيشاهد اول مره القناه ديالي يضغط على زر الاشتراك باش ديما يتوصل بالجديد. مرحبا بكم اليوم، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نحط لكم قصيه والطحين، غادي نوجد معكم واحد حنا كنقولوا له المفروق، يعني ملوي حنا كنقولوا له المفروق. بسم الله على بركه الله، غادي نبدا معكم. عندي هنا الطحين، انا خديت هنا الطحين عير ديال الزرع، ما خديتش كاع الطحين كيما نقولوا حنا البيض ولا لا، عير الزرع بوحدو اللي خديت هو اللي غادي كيف مشتو هو اللي غادي نعجن اليوم ان شاء الله. ما درتش كاع معاه كيما نقولوا حنا الطحين الابيض. صافي شي كاين، غادي ندير شويه ديال الخميره، خميره معجونه، يا يعني اما خذوها خميره حبوب ولا خذوا الخميره هذه كيما بغيتو. صافي، وعندي شويه ديال الملح على حساب الذوق ديالكم كيف ما كتبغيو. المليحه الملح ديما كنخلي لكم الملح اختيار ديالكم هو ولا الحار. صافي هادشي كاين. دابا غادي ناخذ اميها، اميها تكون ما سخوناش، دافيه يعني اللي غتغش اللي تجي لينا شويه ديال الملح غير دافي. بسم الله على بركه الله، نبداو نخلطو. دابا هاد الطحين كما قلت لكم ديال الزرع شويه فيه شويه مسامد السميده ديالو النيت ديال الزرع، خليته ماشي صفيتو من السميده بزاف، خليت فيه شويه ديال السميده ديالو باش ما يجيش عاوتاني مرخيف مره، يجي يعطيك واحد سميتو. صافي دابا بقاو معايا، غادي نخلطو هاد العجينه، نضيفو هاد العشيه هادي، نديرو ان شاء الله فيه كسكروط ولا كولتيك ولا شنو كيف هادشي يكون، ها واحد البريليداتين ان شاء الله. يلا بقا معايا، كيجي زوين هاد الملوي ديال الناس كيما نقولو حنا الناس زمان. داك كانت الوالده كدير بزاف كديرو، ولكن اللي كتاه عندها تيحمق عليه. صافي بقاو معايا، غنخلط العجينه كامله نجمعها ومن بعد نتلاقاو. صافي دابا بعد ما عجنت العجينه ديالي هاديك تاع مزيان، هانتوما تشوفو كيفاش كتجي كيما علكتو العجينه، كتعطيكم واحد كيف نقولو حنا واحد الطعم زوين ديالها. صافي نقطعوها بهاد الطريقه هادي، ديرو القياس ديال هاد المفروق اللي قلت لكم اللي بغيتو. دابا انا حيت غنخبزها ان شاء الله، بغيتهم كبار يعني بغيتهم صغارين ان شاء الله باذن الله. الساعه شوف شحال تجيكم من وحده، واحد الفريخات عفوا نساني في الشرب صباح ما يخلينيش الناس، ودابا تيكملوا معايا تاخذوا معايا الشغل تيعاونوني. غادي نجي من يمكن شي ستة الوحدات حيت درت كبارين هانتوما تشوف قداش. يلا بقاو معايا. صافي شنو حنا عطاتني تبارك الله، عطاتني حنا كنديرو هنا عندنا ميزان، عطاتلي سبعة الوحدات الطحين درت بلا عفار، يعني تقريبا جوج زلايف درت تقريبا بحال الزلايف هادو تقريبا ديال الطحين. كيما قلتلكم حنا هنا في البالية ما كنديروش العفار، كنديرو عينا ميزاننا. غادي نبدا ان شاء الله. صافي هنا عندي الزبده بلديه والزيت خلطتهم، هانتوما نتوما شفتوا الزبده بلديه اللي كنت مخططنا معكم واحد الفيديو قبل كيفاش نوجدوها. وهنا عندي سميد الفينو،
الا ما كانش عندكم فينو يمكن لكم ديروا السنيده عاديه عين ما تكونش غليظه بزاف صافي. وكنبداو ان شاء الله ترشوا شويه السميد تبارك الله ديال الزرح كيجي زوين ما كتحتاجيش انه تخليه يرتاح ماك اش كيما نقولوا حنا مرتاح راسو. الزبده حنا ما كندوبوهاش يعني في هذا كنخلطوها غير بهذه الطريقه مع الزيت حتى كتعطينا بحال شغل بوماد. دابا نخلطها شويه وبها غادي نصايب ان شاء الله. كنبقاو ناخذو هكا يعني واخا تقلنا الزبده هكا طريفات معليش المهم هي هو هكا خصو يكون صافي. كنرشو شويه السميد كذلك وكنقلبوه بهاد الطريقه هادي ندير ثانية نفس الطريقه كرشو كذلك سميدة يلا دابا نتبعو هاد الطريقة حتى نساليهم كامل اللي عندي وبانت نتلاقاو معاكم باش نكملو. يلا بقاو معايا صافي. دابا من بعد ما كملتهم كاملين بهاد الطريقة دابا غادي نبدا اللوي. انا ديت وحدة درتها كيما نقولو حنا هادشي ديال كنديرو ديال الزربة صافي. نبداو نلوي بهاد الطريقه هادي تبارك الله راه كلشي مغاربه كنظن انهم كيعرفوا كيفاش كيدار راه ملي ولا حنا هذا كنقولو شوفي كاع السميه دابا كاع مفروق اولا منوي المهم هي الطريقه اللي باش كيتصايب اللي كتسمى انه ما تبارك الله حنا كاع صايبينها يعني صحية وكلشي. الحقيقة هذا كتصايبو الوالدة كيجي رائع. انا ما نجيش قدامها الحقيقة بيه ولكن بيني وبينكم انا كيجي زوين لكن هي راه بواحد الطريقة ما كيما واحد الطريقة كتصايبو ما كتعقلش عليه عندها هادي ما كتحطش في القصرية هي كتصايب في القصرية يعني شحال فليكس انا ما كنعرفش نديرها بها. هي عندها هكا كتبقى تلعب بها انا كتغلبني شي شويه حيت ما تعودش ليها في الاول ندير هذاك الشيء علاش هي هكا كديرها وتمشي. شي نهار نقولها تصايب ليها تصايبها تصايبهم ليكم هادشي الا بغات ليا نقولها صايبيها ليا بهذه الطريقه اللي كتلويها بها هي
انا نعجن ليها وندير لها كلشي، هي غير تصايب ليا هذيك، غير تصايب فلوسي صافي. دابا ساليتهم كاملين، دابا نخليهم كيما يطيخوا لينا شويه وغادي نمشي نخبزهم. يعني دابا شويه هما طرفوا لي هاد اللوين، بعدا غادي نديرهم بهاد الطريقه هادي ونخليوهم يطوحوا. يلا نخليكم دابا حتى نتلاقاو ملي نكون غادي نخبزهم ان شاء الله. وداك تمشيو شي بلاصه خصكم ضروري تشوفوهم، شوفوهم حتى كيفاش يتخبزوا، لحقاش مشيت تشوفوهم حتى الاخر، دوزوا الفيديو ولا شي حاجه وتشوفوا حتى الاخر، شوفوا حتى كيفاش كيتخبزوا، شوفوا كيفاش كيجيو. يلا نخليكم دابا. صافي دابا من بعد ما كيما نقولوا حنا طرخفات شويه طاعت ليا، طاعوا ليا، دابا انا كرستها في القصريه، دابا غادي نديرها في حنا كنقولوا الفراح. يلا بقاو معايا وما تمشيو فيه. صافي انا درتها في كيما تشوف الفراح تطيب. يلا بقاو معايا، انا ما وريكمش كيفاش حطيتها في الفراح لحقاش نصور دابا حاليا بوحدي، داكشي علاش. وهانتوما العواد ديال هاد العواد، من بعد شويه تليفون، هاد العواد راه ديال كاريتوس، دابا قالوا لنا كاريتوس مزيان، حنا كنديروا به كلشي دابا. هاد العواد اللي كنخبز بهم دابا الملوي راه ديال كاريتوس، منها كنشم الريحه ديالو تحيد لك كاين شي حاجه، ومنها راه حنا كنخبزوا بها الملوي مزيان. كما قلت لكم كاريتوس يعني راه مزيان تبخروا به وداكشي، دابا راه كنخبز به انا العواد ديال كاريتوس. يلا بقاو معايا وما تمشيو فين، غتكملوا معايا الفيديو ان شاء الله حتى الاخر. صافي دابا من بعد ما قلبتها كما شفتوا، دابا غادي ناخذ شويه الزبده وكندهنها بهذه الطريقه هذه. صافي كندهنوا هكا ونخليوها طيب، تبقاو نقلبوا وندهنوا ونقلبوا وندهنوا على حساب اللي كيبغي اللي دابا كيدهن، اللي ما كيبغيش غير كينقص شويه اللي دهن. يلا بقاو معايا. صافي كيما شفتوا انا سايت الطياب ديالي ديال المفروق، ها هو تشوفوا كيفاش كيجي، تيجي الشكل ديالو زوين زوين بزاف. وكذلك المذاق، المذاق راه يجي رائع رائع رائع، ما شهيتكم فيه كيما نتوما شفتوني كيفاش كطيبته في الفراح ديال العواد. كيجي لذيذ لذيذ بزاف، وريحه كيما نقولوا حنا ريحه الدخان وريحه العواد كتجي رائعه رائعه. نتمنى نتمنى من كل قلبي يعجبكم الفيديو، نكون ما طولتش لكم، نكون خفيف طريف على قلوبكم. وبطبيعه الحال كنقدموا معاه واحد العسيله حره، انا كندير صغير العسل الحر وزبيده بلديه. نتوما شفتوني واحد الفيديو من قبل كيفاش كنخذوا الزبده بلديه وكيفاش كنخرجوا الزبده. صافي وتنقدموا معاها واحد البراد ديال اتاي مشحار، براد هو نيت. ايوا صافي هادشي اللي كاين. نتمنى نتمنى نكون ما نطولش عليكم الفيديو، يكون خفيف ظريف على قلوبكم، كون كذلك انا خفيفه ظريفه على قلوبكم. وما تنساوش ليا التعليق ديالكم الغزالين الفنين بحالكم ان شاء الله. هادشي اللي كاين، نتمنى كيما قلت لكم يعجبكم الفيديو. يلا نخليكم في راحه الله والصحه والراحه، وتهلاو في ريوسكم ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله، فيديو جديد نهار جديد او كذلك، ووصفة أو لا أكلة جديدة إن شاء الله بإذن الله. يلا باي باي، تهلاو في ريوسكم.